السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتي الأعزاء، سنكمل إن شاء الله فيما يتعلق بمجموعة الإستريت أو الإستروات. سنتطرق بشكل خاص إلى الخواص الفيزيائية والكيميائية للإستريت. تعرفنا في الدرس السابق على الصيغة العامة للإستريت، وقلت هي عبارة عن الـ RC double bond OR، دي مشتقة من مشتقات الكربوكسيليك أسيد وجاي من هذا الإستريت من الكحول الـ R الـ HOR زائد الـ RC double bond OOH. كأنه رحنا أخذنا الـ H هذي مع الـ OH، وظل عندي ال R C double bond O O H. طلع شو بده يطلع عندي معنى آخر، R C double bond O C double bond O مع ال O R R C double bond O R. بعضيف إلها هان H عندي اللي ما دين بضل ال H 2 O، وقول الطلبة في وسط حمض، في وسط حمض. معنى آخر، الكربوكسيليك الاستريت ناتج من تفاعل حمض كربوكسيلي مع الكحول، بعطيني ماء وبعطيني إيش؟ بعطيني الإستر، بعطيني الإستر. الإسترات ناتجين من الحمض الكربوكسيلي والكحول. بدي أتعرف على التفاعل أو الخصائص الكيميائية. سنتطرق إلى الخصائص الكيميائية. هذه العملية السابقة سميناها تفاعل، هذه كلها تفاعل اسمه تفاعل، إذا بنذكر الأسترة، تفاعل الأسترة. شو تفاعل الأسترة يا أستاذ؟ هو عبارة عن، خليني أحط تحتيها هان، تفاعل الأسترة أيها، تفاعل الأسترة، تفاعل حمض كربوكسيلي، حمض كربوكسيلي زائد الكحول ينتج استر زائد ماء. تفاعل الأسترة هو تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول بيعطيني ايش؟ الاستر والماء، استر وماء. وهو عبارة عن تفاعل منعكس ويحدث في وسط حمضي، نتعرف على الخصائص الكيميائية لإيش؟ للإستريت. أول حاجة، بما إنه تفاعل إنتاج الإستر هو عبارة عن تفاعل عكسي، بمعنى آخر إنه بتفاعل مع الماء. شوف، بدي أرجع أعكسها. التفاعل الأول واحد يتفاعل مع الماء، تتفاعل الإسترات مع الماء، شو تعطيني؟ تنتج عندي كحول زائد حمض كربوكسيلي. تفاعل الإسترات مع الماء تعطيني كحول، تعطيني حمض كربوكسيلي. التفاعل هذا بيكون في وسط قاعدي، وإذا بقى أحول الوسط حمضي بزيد من سرعة التفاعل، ويمكن أن يحدث
يمكن أن يحدث في وسط قاعدة، وعند تحويله إلى وسط حمضي، القاعدة الوسط تحول إلى وسط حمضي، تزداد سرعة التفاعل. ناخذ شو التفاعل؟ الاستريت مع الماء. هاي بدي اكتب الاستريت R بشكل عام، C double bond O O R، C double bond O O R زائد ال H2O في وسط حمضي، في وسط حمضي الأحماض المعدنية، تعطيني ال R C double bond O O H. شو اللي صار عندي؟ صار عندي ال O H مع ال H، ال H بتيجي محل ال R، أو بنبدل مجموعة الهيدروكسيد مجموعة الكوكسي جروب، زائد ال R O H بعطيني كحول حمض كربوكسيل. هاد هي عبارة عن الاسترات أو الاستر، وما بعطيني حمض كربوكسيلي زائد الكحول، زائد إيش؟ الكحول. وبرجع وبأكد إنه هذا التفاعل هو عبارة عن تفاعل منعكس، عبارة عن تفاعل ريفيرسبل. يعني شو ماله؟ بيمشي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. بدي أحصل على الاستريت في العملية هاد، تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول، بأضيف مادة بتعشق الماء بتسحب الماء، لأن وجود الماء أو بقاء الماء في التفاعل برجع بتفاعل مع الاستريت وبعطيني حمض كربوكسيلي وكحول. يا بسحب الماء يا بسحب ايش؟ الاستريت بشكل عام. هذا التفاعل رقم واحد، تفاعل الاستريت مع الماء في وسط حمضي بزيد سرعة التفاعل، بحدث في وسط قاعدة. التفاعل الثاني، التفاعل الثاني تفاعل تفاعل رقم اثنين، الصيغة الآن نخليها دائما قدام، C double bond O O R. التفاعل الثاني بتفاعل الحمض الاستريت مع هيدروكسيد الفلز، يتفاعل الاستر مع هيدروكسيد الفلز. هاي استر، بدي احط هاي استر، بدي احط هيدروكسيد الفلز، بعطيني كانوات الفلز، يعني املاح كربوكسيلين ملح كربوكسيلي، الكانوات الفلز زائد بده يعطيني الكحول، الكحول. باجي بقول ال R C double bond O O R، شو هذا؟ هذا ايش؟ الإستر زائد بدي افعله مع هيدروكسيد الفلز، الام هاد واحد من عناصر المجموعه، واحد A صوديوم ديثيوم بوتاسيوم، الام حيث الام عنصر من المجموعه A، الام عنصر من المجموعه A، O
وبعطيني بعطيني شوف شو بصير. بصير عملية استبدال من الار والار بتدخل محلها. بصير عندي ار سي دبل بوند او او ام او ام زائد زائد الار او اتش. الار او اتش معنى اخر مفعل الاسترين ار سي دبل بوند او او ار مع هيدروكسيد الفلز بعطيني الكانوات الفلز. الكانوات يعني عباره عن املاح كربوكسيليه او ار او اتش. ار او اتش شو الار او اتش؟ هذا كحول. هذا الالكانوات الفلز. هذا هيدروكسيد الفلز. كحول الكنوات الفلز زائد هان هيدروكسيد الفلز زائد الاستر او الاسترات او استر. طلع هان ما في تفاعل منعكس. تفاعل ما بيكون منعكس. تفاعل ما بيكون منعكس. هذه الكنوات الفلز هي عبارة عن أملاح كربوكسيلية مناظرة أو تتأين وتتأين في الماء. هي عبارة عن الأملاح الكربوكسيلية المناظرة وتتأين في الماء. أملاح كربوكسيلية مناظرة وتتأين في الماء. الحاجة اللي بدي أكد عليها أو أتطرق لها في عندي عملية اسمها عملية تصبن. بدي أطلع كيف طلعت عملية الأسترة. عملية الأسترة إنتاج الأستر عن طريق الحمض الكربوكسيلي مع الكحول. إنتاج الأستر عن طريق الحمض الكربوكسيلي والكحول بعطيني الأستر و الماء وهو عبارة عن تفاعل عكس. التصبن تفاعل الاسترات الثلاثية والمقصود فيها هان الزيوت والدهون. تتفاعل الاسترات الثلاثية الزيوت والدهون مع يا هيدروكسيد الصوديوم NaOH أو KOH. إذا بجيب الإسترات الثلاثية الإستر زائد NaOH بعطيني صابون. صابون صلب. إذا بتتفاعل الإسترات أو الإستر مع KOH بعطيني صابون. صابون على شكل رخو بين قوسين معجون. بعطيني ايش؟ حاجه اسمها معجون. هنا بنلقى كملنا او الخصائص الكيميائيه. الخاصيه الاولى قلنا بتفاعل مع الماء بعطيني الكحول. عمليه عكسيه بعطيني الكحول والكربوكسيليك اسيد. والخاصيه الثانيه بتفاعل مع الهيدروكسيد. مع الهيدروكسيد او مع هيدروكسيد الفلز بعطيني الكانوات الفلز زائد ايش؟ الكحول. الكحول. طيب خليني اخذ مثال. بعد ما تعرفت على الاملاح الكربوكسيليه المتناظره وتتأين في الماء وتعرفت على مفهوم عمليه التصبن تفاعل الاسترات الثلاثيه الزيوت والدهون مع ال NaOH او مع ال KOH. ال KOH بتعطيني معجون وال NaOH بتعطيني ايش؟ بتعطيني صب اللي هو التفاعل. خليني اكتب R C H3
سي دبل بوند او او سي 2 اتش 5 زائد الان اي او اتش شو بيعطيني؟ طلعها هذا التفاعل ما بيكون يا استاذ تفاعل ايش؟ ما بيكون تفاعل منعكس، تفاعل غير منعكس، بعطيني ال R C دبل بوند O هيها O بدل هذه بتطلعها ترتبط مع OH وهذه بتدخل محلها، هذه بترتبط مع OH وهذه بتدخل محلها، طلعها شو اللي صار؟ في عندي NA NA ما في عندي ما بستخدم R كده بستخدم قيم لأن حطيت هان سي سي اتش 3 زائد سي 2 سي 2 اتش 5 او اتش او اتش طلع شو اللي تفاعل؟ تفاعل هيدروكسيد صوديوم مع مثل الإيثيل لوات الإيثيل إيثيلوات إيثيلوات الإيثيل إيثيل لوات الإيثيل مع الإيثيل هيها بعطيني الكحول الكحول ايش؟ الإيثانول ثنتين أكسجين كربون زائد الإيثانوات إيثانوات الصوديوم إيثانوات الصوديوم في عندي أستاذ الخصائص الفيزيائية تحكي لي عن طبيعة أو تركيبة الاستريت هذا بنكون قد أكملنا الخصائص الكيميائية أو الصفات الكيميائية بدأ أروح للخصائص الفيزيائية بشكل سريع في عندي الخصائص طبيعة الرائحة والتبخر وإلى آخره سنتطرق إلى الخصائص الفيزيائية بشكل سريع أول شيء الاستريت الأولية اللي هي الميثيل والإيثيل إلها رائحة تمتلك رائحة وتكون على شكل سوائل رائحة نفاذة تكون على شكل تكون على شكل سائل ولها رائحة نفاذة هذا ملخص عندنا في الكتاب أول اثنين الاستريت والاستريات الأخرى لها رائحة عطرية وتوجد في الأزهار والعطور كمان في عندي أستاذ كلما زادت تذوب في الماء بشكل عام تذوب الاستريت في الماء تذوب الاستريت في الماء تذوب في الماء
الغليان كلما زادت الـ R، كلما زادت الـ R تكون درجة غليانها أعلى، تكون درجة غليانها أعلى من الألكان المناظر. بدي تجاوب لي ليش؟ لماذا درجة غليانها أعلى من درجة الألكان المناظر؟ درجة غليانها أعلى من درجة الحمض المناظر، حمض الكربوكسيل المناظر. من درجة الحمض الكربوكسيلي المناظر. ليش؟ ممكن واحد فيكم يقول لي لأن الحمض الكربوكسيلي فيه قطبية عالية، القطبية بتساعد على خفض درجة ايش؟ الغليان. الاستريت تحتويش على قطبية عالية مثل الحموض الكربوكسيلية. سنلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم فيما يتعلق بالمجموعة الأخيرة، وهي مجموعة الأمينات أو الأمين، اللي هي المجموعة الأخيرة في الكيمياء.